هكذا بدأت المدينة الرياضية استعدادا لإقامة بطولة خليج 25 المزمع إقامتها في السادس من كانون الثاني المقبل حيث أعلنت حكومة البصرة المحلية عن جهوزية المدينة لاستقبال هذا الحدث الرياضي بعد أن تمت تهيئة جميع المستلزمات والأعمال المتعلقة بإنجاح هذه البطولة جاي يشهدون أنتم يعني حملة كبرى في إنجاز كافة المشاريع والبنى التحتية من تبليط من تزيين شوارع الفنادق أيضا هيئنا فنادق يعني تضاهي الفنادق العالمية هيئنا المنافذ مثل منفذ صفوان مثل منفذ مطار البصرة مديرية الشباب والرياضة أوضحت أن الشركة المكلفة بإقامة حفل الافتتاح باشرت بنصب أجهزتها في ملعب المدينة الرياضية وملعب الميناء فضلا عن تدريب الكوادر الشبابيه لغرض المساهمه في كرنفال الافتتاح. ملعب الميناء اللي يحتوي على 30 الف متفرج بالاضافه ملعب المدينه الرياضيه 65 الف متفرج جاهزات بالكامل قبل يومين صار افتتاح يعني لملعب الميناء عندنا بعد يوم 30 بطوله راح تكون المنتخب العراقي مع المنتخب الكويتي بالملعب الميناء ان شاء الله يوم 6 واحد كل ملاعبنا جاهزه وبلشت يعني شركه تنظيم بتدريب الشباب وبلشت شركة الخاصة بالحفل الافتتاح يوم 6 واحد اهالي البصره وصفوا استضافه المدينه لهذا الكرنفال الرياضي بالمنجز المهم ليس على صعيد المحافظه فحسب وانما للعراق كافه فيما توشحت الشوارع والمحال التجاريه باعلام المنتخبات التي ستشارك في بطوله كاس الخليج. هناك فعاليات تطلق في مدينه البصره ابتهاجا بهذه البطوله. هناك استعدادات على مستوى رائع. اكو رغبه حقيقيه من قبل المواطنين البصريين بالعوده مره اخرى لهذه البطولات والدخول بالمحيط العربي بكافة تفاصيله البيوت عندنا مفتوحة وعندنا المناطق وعندنا كل المكانات وكل العالم مستعد لهذا الحدث الكروي العظيم الخليجي الأخوة والترابط بيناتنا رسالة أهل البصرة آه أنه أحب أقول لكم إحنا شعب محب للحياة إحنا شعب منفتح شعب يتأقلم ويا الجو فرح تلقون البصرة بيتكم الثاني هذا وقد انهت الجهات المسؤوله جميع الاستعدادات لاستقبال المنتخبات المشاركه في خليج 25 والوفود والجماهير التي سوف تحضر علي البطاط قناه السومريه محافظه البصره